اهلا بكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة لليتس بلاي ماينكرافت توجذر بالطبيعة مع جيمر فور ايفر جي فور اي. اهلا بكم الاولاد ومرحبا بكم معكم جيمر فور ايفر جي فور اي في جيم بلاي ماينكرافت. اول مرة في الشيء نتاعي بعد 2001 يحب على ماينكرافت. الشين نتاعي دونك كيما سمعتوا تو جي فور اي باش يولي يهبط ماينكرافت توجذر في الشانل نتاعو باش كيما تشوفوني يعني نلعب بالشيدرز. دونك قلت اليوم علاش لا نجربوا نلعبوا بالشيدرز. اي باه باش بالنسبه للفيديوهات نتاعي صحيح ما بديتش السيري من الاول. انا هكا تحبوا تتفرجوا على السيري من الاول برا تفرجوا في الشانل نتاع كيلاكو تنحطوا لي اللين في الديسكريبسيون. باه يرحم والدي بعد خلينا ناخذ ما الواحد. دونك نتفكر في حلقات الاخرين كنا ندوجوا على الديامون وما لقيناش. دونك وصلنا لهنا نتاع السبونر وكل شيء كسرناه سبونر. نسيت اللي نحنا كنا نجمو نعملو بيه واحدة اكس بي فارم اما لغلب دونك نسيت بالرسمي. توا حشنا بالديامون اني نلم في الفحم ما نعرفش في الذهب على الجلاب. تخيلت قاعدة تلم في هذا الحجر هذا. لا الحجر هذاك معنا ما نعمل بيه. دونك كي دخلت المشكله لقيت روحي ميت ديريكت. دونك رصاتني ريسبوني رصاتني من الدار نرجع لهنا. فماش حاجه هزيتها لك تبعتك زعما برشا انت كله تبعه. اي نورمال كله تبع بعضنا هو. كنا نلوج على ديامون ما لقيناش ديامون هيك المشكله فين. دونك المشكله هذه اللي الدنيا تبدا ظلمه لازم تزيدني تورش تقول لي باه ولا اجا انت ضوي الدنيا وينك انت فما زومبي. وين الزومبي؟ دي في اخر الهول. اخر الهول فين اخر الهول؟ بيان سور قولوا لي في الكومنتير كان الدنيا ظلمه ولا باهيه. يعمل جيم مود حاسسها ظلمه فلقيت ماء. وين في اخر فما حتى حد بالعكس الجهه الاخرى. العكس اوكي بريك لاي. بون احنا توا اهو لو شو عاد ديامون تحسوا كي ولا هو يسجل ولا يحكي زاد ولا ما يحكيش طبعا هو ولا يحكي. لو شو عاد ديامون باه مخطر الفيديو متاعي نعرفكم معلم. اسمعني نعرفكم معلم اهبط في النقطة. فما شكون معلم ولا فما شكون قول معلم. يا خرا الزح دفل ثلاثة وحيد الزح ستار 16 مش بالعاني 16 مش بالعاني 16 قلي 16 16 25 200 مامستها شفت ماستها مامستك انت مامستك انت فما شو اسمه هاي تراه طلع شو بكسو لي لا وات ايفر نسيت اسمه كيفاش تعمل توتي حبستني حبستك هاي بكسو لي يبعد شبيك تضرب فيا مارك هذا شكون مارك انت ولا اني ما فماش مارك سينجولير او لازم بلوري مش كانش ماركة تولي ماركة انت ماركة ماركة بتاع لا اسكت خير شو كيفاه مصتها شو ماركة بتاع كيفاه باش نخرجوا من انا يقعد يركز معايا كيفاه باش نخرجوا من البلاصة الكل مش من الوحدة هذه. هو من هنا يا ذكي هيجا من هنا تو تلقى هان رجعنا مين كنا حاجتي باش نرجع فرد مرة. تحب ترجع واو شيت كريب اي هيت انا خليني يعني نقدم وهو يقعد باه معلش ليه علاش ليه فما شيء ما فما شيء امشي القدم القدام يجا منا فما الاخضر هز الاخضر نهز الاخضر يعني دونك نعمل الضربة عشرة ملا كومنتير يا ودي زايد معك انت ادي معلم راني معلم جيفر ايه طيب منين انت كي تبع فيك الكلب انت منين خرجت كيف تدير تسكر فمك منيش نتبع فيك الكلب ما عاش تعودها كلامك الكلب فصحى فك عليك من الفصحى مش متاعك فصحى عربية فصحى والله يلقى الخرجة يعطي الصحة. لغتي ماهيش عربية فصحى لغتي لغتي تونسية أمازيغة أمازيغية فوالا نموت على أمازيغ فما كريب تموت عليه زاد هذا نكره طرشق
أمازيغي. حق طرش حق مانيش نشوفه. ما نفهم منها شيء بفضلك راه ما نفهم منها شيء لغة الأمازيغية. تفضل قدم يا بطل. أما الأيامات الأخرى سمعت اللي في الجزائر ولات اللغة الرسمية. إني ما سمعتش. أوكي أو توا اللي سمعت. إيجا فما حفرة. فما حفرة. تعدينا منها راه. هاي في بال اب 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 كنشوف الجرافيك توا يا جي فور اي بي يزي عاد والله والله تو تشوف الفيديو بالشيدرز بالجولية تولي عالم اخر اوش يا حد خير روحي مش نتيح في النار شوية وطيح حتى جينا منها نحن ايه ولا ملا شنو نعمل تو نجيو منها باقي نكملوا اللوجو على ديمون ولا نطلعوا اللوجو على ديمون صعيب شوية خطر فما نار And I hate the flame, the نار. منا ما فهم شيء يعني بشنو قاعد تكون جست نلوج على ديامو برجلية خطر القيا ما عاد حاجة تبيه ديزولية ظلمة طوف في صافي صافي ناكل في صافي به مش نموت لا منش مش نموت مش ايش ضيع بركة بوم ايش ضيع تعدينا زادة تعدينا من هنا من الحلقة اللي فاتت طبعا أنا برشا ما عملناش فيديو على ماينكرافت ديزولي ديزولي لقيت ماكينش وقت سامبلومون وقت 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 لقيت الحمروني كانش في سلاعة نتفاذا وكا شوية نعمل اي مسكين جي فور اي عنده مرته واموره مريضة وحبله وحسيله ما عنده برشا مشاكل خاصة و... اي حتى كلكو عنده ما عندوش كلكو ما عنده عائلة معناها بو ولا سيه بول الخمسة بول ثلاثة صغار ودي يسكت قلو يعني وليد بو ثلاثة صغار يخدم عليها ويصرف عليها شكوني هذي ويصرف على أولاده بالله يا بني أتو تعرف أنت كيف يجي ولدك أتو تعرف ولدي ولا بنتك تحب بنتك خير أي حتى ولدك كيف يجي أتو تعرف جاء وثلاثة قلنا أي ولا ثلاثة بنات تحبهم باهي ضعتني اسمعني قاعدين نخخ مبلب زورانا في بالي ضعت وقعدت نحكي في حكايات ما عندنا لزيز لرس تافع حازيلو اليوم كاليتي الفيديوهات اكسبسيونيل نتاع تاريخ قلت نتاع تاريخ تاريخي باش نتاع تاريخ فيديوهاتنا تفهيم شنو هي اوبسيديون يا اخي اوبسيديون وينك انت؟ والله لا نعرف نشوف فيك نشوف فيك ارجع ارجع وين؟ شوف ايش منين انا هاني نشوف فيك يا مريك بعت عليا برشا كنت باش نهبط لك الغادي من الاول كنت باش نهبط لمحل مش باش نهبط لك كنت باش نهبط الغادي بعديك بطلت اسكت اسكت هاني اسكت فديت اسمعني باش يترشح شو قال لي فديت اسكت قال له فديت فدتني راك هي الباز نتاعنا صغيرة هاني جيتك وين الباز نتاعنا هذه باهي توا كيف الظهر اللي جينا في بلاصه خايبه ما فيهاش ديامو زعما نتصوب فالبلاصه الكل فاهم ديامو ها ما قيناش باهي بون نطلعوا حلقتين ديجا ما فماش ديامو نطلعوا ونشوفوا بلاصه ما كملناهاش الحلقه الثانيه لما حالها برسك حلقتين فما اغنيي فما اغنيي ها اغنيي ولا أغنيين ما كنتش تقوله أغنيين أنت عنكبوتة لا ما كنتش تقوله حاجة بالخاء يدهل لا مش حاجة خنفة رتلة رتلة هاي رتلة وقتها في أول ماينكرافت توجذر العادية وقتها رتلة على خطر مستنس بلغتي بلغت لمزيغ و... لا مش لغت لغت حمام سوسة تو سامبلومون أها فضحت رحت تلقى توجموع قدام الدار يا باي حمسوسة كبيرة و... وصغيرة سيتي بجودك تسكن في حمام ممسوسة واني ما نسكنتش في حمام ممسوسة يكذب اما اصلي حمامي يكذب والله تسكن في حمام ممسوسة اني نسكن في حمام ممسوسة اي تسكن في حمام ما تحلفش باهي ما نحلفش اما تسكن في حمام ممسوسة واني نسكن في خزام ما نقولش انا هي خزامة يقولاني انت ضربتني قولين شكون يضرب فيا وما حد رتله صغيره مش رتله يا حجاني جاني عاوني اضربهم احنا كرههم هذا حتى لي ادي قطع يقتلوك هذا مرا هاني في ساعتي خليتك في شيء سيد جاتني جات
ماتت هو نفس عاد جيفور ايف وما ريحته اخرى كيفاش يموتوا جايب لي الفروخ بتاعك يا بعد زبي زبي طيحني في الحفره شويه باش نموت انا داي جيبهم جيب هم جايب ضرب يموتوا راه يا ما ماتوش نكره مازوما في الكري في ال... في الحقيقه الكرياتيف وقت قبل كنت نلعب في الكرياتيف كنت ديما يجيوني وما نجمش نقتلهم ولا كيفاش ما نحبوش في الكرياتيف يا اخي تموت انت اصلا في الكرياتيف وخاطر عندي برشا ما لعبتش الكرياتيف هكا علاش نسيت اللي هما ما يموت حد شيء ويلي ما نموتش عرفت يبداو يتحسروا في الدارك نبدا بيني دار تبدا انت تتحسر وهما يحصروك مش انت تحصرهم هما يبداو في نخرج ولا كيف وين عنا نخرج اي بالرسمي وين باش نخرج نطلعوا بالمال هنا وينك انت اصلا هني في الماء هذا في الشلال هذا بلاش اسمه في البلاصه الكبيره اي اللي فيها برشا ماء كيف رجعت لها عادي بحث الباز حسين نرجع لها الباز يعني نعرف لهمها الباز لازمني ميني ماب مش عندك ميني ماب ما عنديش ميني ماب من جهتي ميني ماب بل كان عندك هو واش ما لقيناش ديامو دونك زمان والله هبطنا راهو عملنا شنو هبطنا في الحلقه الاخرى هبطنا برشا وما لقينا شيء مسكره بالجهات الكل دونك باش نحاول نطلع منه اما ما نجمش خاطر جي فور اي معناها كان خليتنا معناها الزوز يسالش هاي هاني طلعت اسانسور لا ما فماش لا ما خلانيش لحظة فما زومبي نخاف واحد فما زومبي فما اندرمان فما اندرمان جاك يجري وين اندرمان ما فما شيء والله فما اندرمان والله غير نعم طلعت اني طلع فما بخرة فما عندك بخرة فما عندك اخرى عندك اخرى نشوف انت من قاعد يسرق فيه المشكلة مانيش نشوف فيه من هنا سلندر مان نسميه يصبرني عاد اصبر راني نشوف فيك دوب انت مشيت والمونستر الكل جاو مش من هيك اطلع من اللي بجنبه الكبيرة يمين من شنو اللي بجنبه؟ الشلال الكبير مش الاخر انا هي منه الكبيرة اللي قريبة لها هاني ترى وقت اي اي هيك هذي اي هيا 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 ان شاء الله اليوم ان شاء الله غدوة اي راسي ان شاء الله بعد غدوة ان شاء الله البارح لا لا والله كثرت لها توا حتى مازلنا كي بدينا الفيديو كل شيء ما نضرش ليها كثرت لها كثرت شنو زادة حسب رايك من السكر كثرت سكر هم تقعد نعمل في ريجيم من السكر انت يعني بالك شو ريجيم؟ قلت له قلت لي قلت لي يعني وجبت تشد روحك يفضلك عليك مازال ما بديتوش اما باش نعمل باش نعمل باهي نعرفوها هذه باش نعمل باش تعالوا نشوف تختار تهبط تختار عشان ما انا هبطش خاطر نعرفك ما تنجمش نشوفوا امشي اطلع انت ولا اطلع يا حبيبي ما حبيت انا زدت تحت انت ضخفه شنو؟ ايه قلت ضخفه انت قلت شنو انا شنو؟ زد طحت كيف نعاود نهبط لك عندك فلاش في ترمتك في بال عندي حتى باهي في بالك بالطبيعة اسكر فمك ما عادش تعمل تهني اخرى ديزولي تخ ديزولي اخرى واحد واحد اخرى اي ما حبش يطلع ينام طلع بالنسبة بالله يهبط بالاسباس في بالك في بالي ما حبش تقعد دازل ما الميم مسكر عليا ولا ايه نعم طلع نقعد نازل كان سباسه اي وتحرك روحك معناها ما حبش نبدا تحرك تقول لي قاعد في التواليت وي ما لمش عندي اشطر الحلقه اسمعني وفي عليا الخبز اني باش نهبط لك هكا ولاك باش نموت وفي عليا مت ايه ما نعبت
هنا عملنا عملة رجعت من كنت برا خذ ليك التفش ما نجمش ما عنديش بلاصه ما عنديش حل خطر برجوليه تعرفوا جي فور اي ماهوش كل اللي بروفيسيونيل اي دونك لازمنا نعاونوا شويه فهمت علاش تلاقي تاو ولا شبيها ما تحركش ما تحركش اندر جراوند ما تحركش ما تعمل شيء ما تعمل شيء امورك مريقل ثانك يو اهبط انت في وين لوط شيت معناها ولدي لا معاك انت بلازم معناش حال اخنا معاك انت اهبط ايش دخلني ياني شو كان لما تحفر طاحة ما هي وينه تفشي 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 عندي برشة تفشي بصراحة جبربي ما خسرنا معناها باش نعاود نهبطلك يعني هلا سنة نقتل الزومبي عاود تهبطلك خاطر ما عندهم فماش حل اخر معاك انت باش تعاوني في الزومبي ساعة خاطر قاعدين يقتلوا فيها هما اللي معرضين ومانيش رفيق فينا بطل سي بون ايش عاوني ايش عاوني نعاونك زوز سكول هاد زوز سكولات سكول هاد سكولات اوه نعم بول مان نعم طلع يضربوا تحط في الواحد يا كهراك يا حبل اوه هاي عاد يموت هيا بوم بيتش هيا ماتش هاي او يعني باش نموت اسمعنا لا يا عاد اذا حد جي فور اي يطلع طوي باهي قلت لي ننزل عاد شوف لي بلاصه سهله نطلع منها الزح سهله هذه سهله والله سهله لا عبط لك اسانسور حتى حباخ اسانسور انا هو من انا هي هذه اللي واقف قدامي نقعد نازل سباس هاي ودبل في لا مال اي تركح امورك معنا مش تقعد نازل دبل في لا لا باهي هني نازل سباس كعب صاريت بكري نازل دبل في خلاص بك ضربتني اسكلي والله اسكلي يا مش نورمال الفازه يا كدريتها يا انا اللي وصلت لفوق ترشق عليا كريبر اسمعني هاني نسمع اش قال لك اشتر الحلقه نقصوها لزايد نحيو زايد كله مش هذا كل معناها مثال الفازه هذه توت نحيها لا خاطر تحفون باهي اللي قبلها تو نشوف حاسيلو شوف كان ما نحيناهاش حسبنا ما قلنا شيء حاسيلو اه امريكا كان قاعدين يتفرجوا اي عاد طلعش نفس بشي تقطع عليه اوه باقي باش شيخ انا طالع هاي في اثنين ايه شيت انا طلعت هاي طلعت شوية مش برشا سورة ايه زعمتين طح انت قلت زعمتين مني طح ولا هاي تلاقي داخلة بعضها شيت ويش والله لا فهمت شيء تقول ليش انت عاوز بونيتني ايه ارجع بليجي مستيح ستريست اوت توا صاحبي اني ستريست اوت صاحبي هني كيلكو خايف فما سكريبر برا اصدم نصدم علاش نصدم يا معلم زوز سكريبر ها نصدم معاك هاي ضرب ليري مسكين هبلتو اسمعني كنا نطلع منين الحلقه دي باش تكون تحفونه شو سكر عليه سكرت على راهي خرا بها شو سكرت عليه لا كل واحد يمشي من جهه كل واحد من جهه خاطر قد ايه العليا بتاعنا 66 معناها بريسك نوصلوا لفوق
ايها ما خل ما خليت ليش حجر كوكب انا ما عندكش حجر عندي سيبون 24 سيكوبون اي المشكلة كنا نطلعوا في وسط جبل شيء ظلمة ما عادش نشوف في شيء ديزولي الولاد نعرف ظلمة ياسر تو الفازة دي الكل او رجع لي الاخر رجعت لك نرجع لك بلد رجع لك وين